السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، غادي نخدم معكم هذه الملاقيه ديال السبوله بغرزه واحده فقط. يمكن لك تخدميها باش تشركي بها الجلابه او القفطان، او ديريها كهبطه تحت نص الطوق، كتجي زوينه وانيقه وكتخدم بسرعه. تبعوا معي الفيديو باش تعرفوا على طريقه الخدمه ديالها. ونبداو على بركه الله. انا هنا غادي نخدمها تحت نص الطوق، غادي نثبت الحرير في الثوب بهذا الشكل، غندخل الابره في الراس ديال الحرير باش نثبت الحرير فوق الثوب، وغنخدم هاد الغرزه هادي الاولى اللي عندي هنا. بهذا الشكل وندير غرزه في الثوب بهذا الشيء. دابا نرجع نهز هاد الغرزه اللي خدمت هنايا في الوسط، ونرجع ندير غرزه في الثوب من هاد الجهه هادي. دابا نهز عاوتاني هاد الغرزه هادي الوسطانيه اللي عندي هنا في الوسط، وندير غرزه في الثوب من ديك الجهه، نرجع نهز هاد الغرزه هادي، ورجع ندير غرزه في الثوب من هاد الجهه هادي. دابا غادي نرجع الحرير لديك الجهه، ونحسب الغرزه الاولى. الغرزه الثانيه اللي عندي هنا هي اللي غندخل فيها الابره، وغندير حبكه على الخدمه بهذا الشكل. دابا ندير غرزه في هاد الجهه هادي ديال الثوب، وغادي نخلي الحرير لهاد الجهه هنايا بهذا الشكل، وغادي نحسب هاد العوينه هادي. والعوينه الثانيه هي اللي غادي ندخل فيها الابره، ندخلها وسط دائره الحرير، وغادي ندير حبكه بهذا الشكل. دابا نرجع ندير غرزه في الثوب بهذا الشيء، دابا غادي نخلي هاد الغرزه هادي ونخدم هاد الغرزه هادي اللي عندي هنا. اولا نحسبوا الضريبه ديال الثوب اللي عندي هنايا، الاولى والثانيه هي اللي كندخلوا فيها الابره، كنرجع الحرير لديك الجهه وكنديروا حبكه بهذا الشكل. دابا نرجع ندير غرزه في الثوب من ديك الجهه، وبنفس الطريقه غادي نخلي هاد الغرزه الاولى ونخدم هاد الغرزه الثانيه اللي عندي هنا، وندخل فيها الابره وندير حبكه بهذا الشكل. دابا ندير غرزه عاوتاني في الثوب، ونخلي عاوتاني هاد الغرزه الاولى ونخدم هاد الغرزه الثانيه. الاولى كنخليوها ونخدموا هذه اللي عندنا هنا، كنرجعوا الحرير على ديك الجهه، وعاد كنديروا حبكه. من بعد ندير غرزه في الثوب من ديك الجهه، ورجعوا ثاني نحسبوا هاد الغرزه الاولى ما نخدموهاش، والثانيه اللي عندنا هنا هي اللي كندخلوا فيها الابره، وعاد كنديروا حبكه. نرجع هنايا غادي ندير غرزه في الثوب من هاد الجهه، ونرجع الحرير لديك الجهه، كنحسب هاد جوج غرزات اللي عندي في الثوب، الثانيه هي اللي كندخل هنايا في هاد الغرزه هادي، كندخل فيها الابره وكندير حبكه. نرجع للثوب من ديك الجهه ندير فيه غرزه. دابا غادي نحسبو عاوتاني هاد الغرزه هادي لا، وهاد الغرزه هي اللي ندخل فيها الابره، وعاد غنديرو حبكه. نرجع ندير غرزه هنايا في الثوب من هاد الجهه. الطريقه راه ساهله، كنرجعو الحرير لهي وكنخليو هاد الغرزه، نخدمو هاد الغرزه هادي اللي عندنا هنا الثانيه، وكنديرو حبكه. دابا نرجع ندير غرزه في هاديك الجهه اللي من لهي ديال الثوب، وغادي نحسب هاد الغرزه هادي ما غاديش نخدمها، وهادي اللي عندي هنا الثانيه هي اللي غندخل فيها الابره ندير حبكه. غندير غرزه عاوتاني في الثوب من هاد الجهه، ونخلي هاد الغرزه ونخدم هاد الغرزه هادي، ونرجع الحرير لديك الجهه، وعاد نديرو حبكه. نفس الطريقه غنديرو غرزه في الثوب من ديك الجهه، ونخليو الحرير اللي هنا، ونحسبو الغرزه الاولى والثانيه اللي كندخلو فيها الابره، وكنديرو حبكه.
خرج عندي غرزة فتو من هاد الجهة، ونخليو هاد الغرزة ونخدمو هاد الغرزة هادي التانية بهاد الشكل. كنرجعو الحرير اللي هي باش كنديرو حبكة، نخدم غرزة فتو من ديك الجهة ونرجع الحرير لهاد الجهة اللي عندي هنا، ونحسب واحد جوج هي اللي كندخل فيها الليبرة وندير حبكة، ونرجع ندير عاوتاني غرزة فتو من هاد الجهة، نخلي الحرير اللي هي ونحسب واحد جوج وندخل الليبرة وسط الحرير وندير حبكة. كيف ما كتلاحظوا راه الطريقه ساهله ودغيا كتخدم وما كتحتاجش بزاف ديال الوقت، وكتجي زوينه واخا ما باينش الشكل ديالها مزيان في التصوير، يعني مباشره كتبان حسن من هكا، كتجي خفيفه وزوينه. غير ركزوا معها دغيا غادي تخدم معكم بالنسبه للمبتدئات. طبعا نديرو غرزة عاوتاني في الثوب من ديك الجهه، نخليو الحرير على هادشي، نحسبو الغرزة الأولى والثانية هي اللي كندخلو فيها الإبرة، نديرو حبكة. دابا نرجعو للثوب من هاد الجهة ونديرو فيه غرزة، ونرجعو الحرير لديك الجهة ونحسبو واحد جوج، الغرزة الثانية هي اللي كندخلو فيها الإبرة ونديرو حبكة بهاد الشكل. نرجع للجهة الأخرى ديال الثوب ونديرو فيها غرزة، نخليو الحرير لهاد الجهة ونحسبو واحد جوج، وندخلو الإبرة ونديرو حبكة. نديرو غرزة لهاد الجهة ديال التوب، ونرجع الحرير لديك الجهة اللي ملهي، نحسبو الغرزة الأولى والثانية هي اللي كندخلو فيها الإبرة ونديرو حبكة. نرجع لهاد الجهة ديال التوب نديرو غرزة عاوتاني، ونخليو الحرير لهاد الجهة ونحسبو الغرزة الأولى والثانية اللي جيت التوب وكنديرو حبكة. نرجع عاوتاني لهاد الجهة تاهي ندير فيها غرزة، ونحسبو واحد جوج غنديرو حبكة، هاد الغرزة التانية ندخلو الإبرة ونديرو حبكة. نديرو غرزة عاوتاني في الجهة الأخرى ديال التوب، ونخليو الحرير لهاد الجهة ونحسبو الغرزة الأولى والثانية اللي حدا التوب ونديرو حبكة. كما كتلاحظو هي بدا كيبان الشكل ديالها شوية. دابا نديرو غرزة في التوب من هاد الجهة ونحسبو واحد جوج ونديرو حبكة. نرجع لهاد الجهة ديال التوب اللي ملهي ونديرو غرزة، نخليو الحرير لهاد الجهة ونحسبو الغرزة الأولى والثانية اللي حدا التوب هي اللي كندخلو فيها الإبرة ونديرو حبكة. كنتمنى يكون الشرح واضح ويكون مفهوم للمبتدئات، كنتمنى تجربو هاد الخدمة، راه غاتجيكم ساهلة، غير غتبداو تخدموها في شوية في الأول صافي، من بعد مغاديش تبقاو مركزين معاها بزاف، غاتجيكم ساهلة بزاف في الخدمة، كتكوني مغرزة وحدة ودغيا كتخدم. ديما بعد ما كنديرو غرزة في التوب كنحسبو الغرزة الأولى والثانية، كنحبكو ونوليو عاوتاني نرجع نديرو غرزة في التوب من ديك الجهة، ونحسب عاوتاني جوج الغرز، الغرزة الثانية هي اللي كندخلو فيها الإبرة ونديرو حبكة. كنبقاو مستمرين بنفس الطريقة، كنديرو غرزة من هاد الجهة ونحسبو الغرزة الأولى والثانية هي اللي كنديرو فيها حبكة، ونرجعو عاوتاني للجهة الأخرى ونديرو غرزة في التوب، ونخليو الحرير لهاد الجهة ونحسبو عاوتاني الغرزة الأولى والثانية اللي كندخلو فيها الإبرة ونديرو حبكة. كنبقاو مستمرين بنفس الطريقة حتى كنكملو الخدمة ديالنا كاملة. كنتمنى الملاقية ديال اليوم تكون نالت إعجابكم وتجربة إن شاء الله، وخا التصوير ما عطاهاش حقها ما كتبانش مزيان، كنتمنى الشرح يكون واضح للمبتدئات. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب للمزيد من التشجيع، وتشاركوا الفيديو مع البنات اللي كيتعلموا الرانتا. حتى لهنا كنكون وصلنا لآخر الفيديو، إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله، وشكرا.